فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه. حتى نفهم يطيقونه، أول شيء شو هو الطوق؟ الطوق اللي بيحطوه مرات حول العنق، شو هو هذا؟ هذا ليش سميناه طوق؟ لأنه يستدير بالشيء، يعني بيكون في شيء وفي حوله يستدير ويحيط، شو اسمه هذا؟ طوق. طب وإذا كان بتحرك منقول بطوف، إذا إشي بتحرك حول إشي منقول بطوف، وإذا إشي مستدير على إشي وبيحيط فيه، كيف لما يطوقوا مثلا العساكر يطوقوا المدينة، بيستديروا من حولها وبيحيطوا فيها، طوقوها. ومنه أخذت الطاقة. مرات بتقولوا هذا فوق طاقته، ليش هي طاقته؟ أيوة، طاقته هي غاية جهده، يعني قديش بيقدر. ولاحظوا الواحد لما بده يحمل، بده يحمل القلم، الخفيف يحمله هيك، ما منقول أطاق حمل القلم، بيحمل التفاحة ما منقول أطاق حول إيش؟ أطاق حمل التفاحة. بس لما بعبط الشغلة هيك شو بيعمل؟ لحظة، أنا هاي قلت بعبط، هو قصد بطوقها يعني. إذن شو معنات اللي بيطيقونه؟ بيطيقوه، هذا اللي واقع في شدة بيقدر، هو بيقدر يكمل ويصوم، بس إيش؟ حالة من المشقة الشديدة، هذا أطاق، هذا بطيق الصيام. أما عمرها ما سمعنا إحنا واحد بيقولوا عن بيحمل إشي خفيف، كم بيقولوا هذا بطيق حمل، التفاحة، بطيق حمل الموزة، بطيق حمل القلم. إيش؟ هذاك اللي بسهولة بسموه وسع، اللي بسهولة بيحمل ضمن وسعه. ولذلك العلماء الآن بيأخذوا قضية الشيخ الكبير في السن الطاعن اللي يصوم بمشقة شديدة، أو اللي فيهم أمراض مزمنة بقدروا يصوموا بمشقة، أو يعني مزمنة مش متوقع إنه يبرأ منها، ففيش مجال يقضي. لذلك إيش الفتوى اللي عليها الآن علماء الأمة؟ انه هذول الناس وعلى الذين يطيقونه فدية. وإلا لو كان المقصود اي واحد قادر على الصيام، ليش قبلها بيقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر؟ ما في اسهل منها. وليش عدة من ايام اخر؟ ندفع هالفدية، المسافر والمريض، كان المسافر والمريض برضو زيهم زي اللي بيطيقوا، إذا كان اللي بيطيقه هو يعني أي واحد بيقدر عليه. لا، اللي بتحمله بمشقة، ومش متوقع إنه يقدر يقضي. وإيش في ناس قالوا؟ لا لا، هذا كلام طبعا مرفوض، بس موجود، وهذا بدل لك إنه مرات كلام قال في ناس قدروا وعلى الذين لا يطيقونه. إيش؟ طب ما كان يقول، كما هو القرآن بليغ، ما بيقولوا على الذين لا يطيقونه، ليش لا يقول يطيقونه مدام في لا في اللغة العربية؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. معروف باختصار انه ايش هو مقدار طعام المسكين؟ على فكرة هو اللي كل سنة، لما بتطلع دار الفتوى صدقة الفطر، ما هي أصلا صدقة الفطر مقدرة بطعام مسكين، لكن في الفدية بالذات يفضل انك تزيد عن اللي بسموها ايش؟ صدقة الفطر. ويفضل الغني شوي، الغني يزيد